أثار تعبير كل يعني كل أيام الحراك الشعبي جدلا واسعا من كارهي تعميم المسؤولية بعد جلسة تشريع الضرورة الأخيرة في المجلس النيابي، يتأكد لجالسها أنه من الإعجاز معرفة كلهم من جلهم مع نظام التصويت في مجلسنا الكريم، وإليكم عينة. يعني برفع الأيدي إذا بتريدوا صدق على الموافقة، برفع الأيدي إذا بتريدوا صدق بالمنادات على الموافقة على صفة الاستعجال، برفع الأيدي إذا بتريدوا صدق. ابن عمين صلاح نين أنطوان أندراوز صدق، برفع الأيدي إذا بتريدوا صدق. عجز ثالث لسواء مادة الثانية دولة الرئيس. لا يكاد الإبط يهم بالصعود أو الهبوط حتى تسمع كلمة صدق، والله وحده قادر على فرز الأصوات. رفعت الجلسة لا شباب عم يفلوا حليون يا شباب عم يفلوا. الضياع في فهم ما يجري في أثناء التصويت لا يقتصر على المواطنين وحسب، بل على النواب أنفسهم أيضا. قرّة دولة الرئيس يعني؟ نعم. وقرّة التوصية؟ نعم. غير أن الفضيحة المجلسية لا تكمن كلها هنا. أينما ذهبت وأينما استدرت لن ترى زراً إلكترونياً واحداً من دون وظيفة، إلا في مكان واحد وليس أي مكان. المجلس النيابي مجهز منذ عام 2000 بالماكينات التي تسمح بالتصويت الإلكتروني من خلال أن يضغط كل نائب زراً من ثلاثة أمامه للقبول أو الرفض أو الامتناع، بحيث تصدر نتائج فعلية لكل تصويت، ويصبح لكل نائب سجل نيابي يحاسب على أساسه. غير أن هذا النظام ممنوع تطبيقه منذ أكثر من 15 عاماً. المأساة أنه المكنات مركبين، من سنة 2000 تركبت مكنات بتمويل أمريكي لم تستعمل ولا مرة، رجعت وقت العمل تساوى المجلس بالسنة 2010 يمكن كمان رجع نحط نظام جديد ولم يستعمل ولا مرة. النائب غسان مخيبر تقدم منذ نحو 10 سنوات باقتراح قانون للعمل بنظام التصويت الإلكتروني، لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفض قائلا إن الأمر يوجب تعديلا دستوريا. طب الجواب إذا مخالف للدستور ليش ركبتوهن بالأصل؟ وإذا مش مخالف للدستور وهذا رأيي لا يحتاج الأمر لتعديل دستور، لأن الدستور لا يمنع هذه التقنية. كل شيء بيأكد عليه من دون ما ندخل بالتفاصيل هو أن تكون الانتخاب شفاف. لسوء الحظ بلاحظ أنه كل شيء بمس بالنظام الداخلي بعمل مجلس النواب في حساسية مفرطة من رئاسة المجلس. بالتالي أنا بقول لك أنا كنائب بعتبر حقي مسلوب بتعبيري عن رأيي، لأن تعبيري عن رأيي بيكون بالتصويت. حتى بدي بين أنه أنا عم صوت مش بس تأرفع إيدي تيدون المحضر أنه فلان صوت مع فلان صوت ضد وفلان ممتنع. لا أزرار من دون وظيفة حتى في الألعاب الإلكترونية التي تتفوق في جدياتها على لعبة التشريع في لبنان، حيث لا يوازي قلة جدوى هذه الأزرار في المجلس إلا طفرة أصحاب السعادة في مجلس نوابه الفعليون 6 أو 7، وكل الباقين أزرار بشرية وجدت لسبب ما ولكنها لم تشغل بعد. جاد غصن، قناة الجديد.